السلام عليكم ورحمة الله. معكم فدوى وقناة قطوتي. الوصفة ديالتنا اليوم هي وصفة ديال بريوش أو الفطائر اللي سهلين في التحضير، المقادير ديالهم سهلين وبساط، كيجيو جد رائعين خفاف ومقطنين، ويمكن لكم أنكم تحضروهم للأطفال الفطور الصباحي أو لا تقدموهم في المساء في الكوتي، كيجيو أكثر من رائعين والمقادير ديالهم جد بساط، ما فيهمش البيض. بالنسبة للناس اللي عندهم حساسية البيض كيوجدوا بسرعة، وغادي نعطيكم جميع الأسرار باش يجيوكم خفاف ومقطنين. كنتمنى أن الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم. إلى أول مرة كتزوروني في القناة، ما تنساوش أنكم تشجعوني وتشتركوا في القناة وتخليوا لي تعليقاتكم الرائعة في خانة التعليق. دوزوا مباشرة لطريقة تحضير هذا البريوش والمقادير وفرة ممتعة. غادي نبدا هنا في الاناء. فاش غادي نحضر، غادي نحتاج جوج الكيسان ديال الماء، ماء اللي يكون دافي دائما، العبارة بكاس العنبه او كاس الشاي اللي الوزن ديالو 160 مليلتر. ضفت عليه هنايا نصف كاس ديال السكر حبيبات او السكر سنيده، وملعقه كبيره ديال خميره الخبز او الخميره الفوريه، كاس ديال الدقيق الخاص بالحلويات او الدقيق الابيض. وغادي نخلط هاد العناصر جيدا حتى غادي تذوب ليا الخميره والسكر والدقيق كذلك مع هذاك الماء جيدا، وغادي يختفيو ليا هذوك الكويرات ديال الخميره يذوبوا جيدا. هذا هو الخليط اللي غادي نبنيو، اللي من بعد غادي نعجنو عليه وغادي نخليوه يتفاعل باش هكا الخميره تفاعل عليه وتبنى عليه، عاد باش غادي ندوزو نكملو البريوش ديالنا. هنا غادي نغطي تقريبا واحد 15 دقيقة ونطلق. هنا من بعد ما دازت 15 دقيقة على الخليط كيولي خليط اللي هو تقيل، كي كتشوفو فيه فقاعات بحال هكا كيولي كريمي، هذيك الخميرة تكون تفاعلت وطلعت او نفخات. من بعد هنا غادي نضيف الزيت، غادي نضيف نصف كاس ديال الزيت. هاد البريوش هذا ما فيش الخميره، من بعد غادي عفوا ما فيش الزبده، غادي نضيف كيس ديال السكر الفاني بنكهه الفاني وكيس ديال الخميره الكيميائيه الوزن ديالها 8 غرام. كيمكن لكم انكم تستغنوا عليها وتكتفيوا فقط بالخميره اللي وضعنا في الاول اللي هي خميره الخبز، وهنا ملعقه صغيره ديال الملح اللي ضفتها، و غادي نخلط جيدا. ثم غادي نضيف هنايا علبه ديال الياغورت. بالنسبه ليا هنايا انا ضفت ياغورت اللي فيه قطع ديال الفواكه الجافه، لانني غادي نزين هذا البريوش ديالي بالفواكه الجافه او بالزبيب. كيمكن لكم انكم تستخدموا الياغورت طبيعي عادي او لا اي نكهه كتفضلوها. هنا غادي نخلط جيدا حتى غادي ينسجموا ليا كاع هذوك العناصر اللي ضفنا، ومن بعد غادي نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق هنا ضفت الكاس الاول ديال الدقيق، غادي نعطيكم عبارة بالكيسان باش هكا يجيكم مقادير مضبوطة. هنا ضفت جوج كؤوس الأولى ديال الدقيق وغادي نبدا تنخلط. هنا غادي نخلط غير باستخدام الطراب، ومن بعد غادي نكمل غير استخدام ملعقة خشبية، بدون ما ديروا فيه يديكم، يعني كتجيكم عجينة اللي هي مدلوكة رطبة وخفيفة. هنا غادي ندير أول حاجة بالطراب اليدوي، ومن بعد غادي نزولو وغادي نجيب اي ملعقه خشبيه ونكمل بها العجن ديال الخليط ديالي. بالنسبه للبنات اللي عندهم العجانه كيمكن لكم انكم تستخدموا العجانه وتوضعوا فيها هاد المقادير كامل. هنا من بعد ما ضفنا جوج كيسان الاولين كنخلطوا الخليط، هذا هو القوام ديالو. غادي نضيف الدقيق ثاني، الكاس الثالث هذا ديال الدقيق، وغادي نستمر في الخلط حتى غادي يتشرب ليا. كنضيف كاس بكاس وانا كنخلط باش هكا كنتاكد ان الخليط كله شرب ليا الدقيق وانسجم ليا، ما بقاش ليا على شكل كويرات او على شكل كتل. هنا غادي نضيف الكاس الرابع وغادي نستمر بالخلط بحال هكا حتى غادي تجمع ليا العجينه. كتكون عجينه اللي هي مرخوفه، يعني كتلصق في اليد، ما كتكونش كتجمع نهائيا، يعني داكشي علاش ما استخدمناش يدينا
باش هكا ما تتعبناش. يعني الا كانت عندكم العجانه اللي ما كانش تستخدموا هكا الملعقه الخشبيه وبقاو كدلكوا بها بحال هكا حتى كيعطينا هذا القوام، تيكون عجينه اللي هي كتلصق. من بعد هنا وضعت ضفت ليها الزبيب اللي مقطع قطع، قطعته قطع هكا باش ما يتنفخش ليا في وسط ديال في الفرن. وغادي نضيفه، كيمكن لكم انكم تضيفوا حتى حبيبات الشوكولاتة. انا هنا ضفت الزبيب باش يجيني صحي اكثر بالنسبة للوليدات. وغادي نخلط بحال هكا حتى غادي ينسجم ليا هذيك العجينة مع الزبيب جيدا. كي كتشوفوا راه العجينة كتكون كتلصق، كتكون مرخوفة بزاف. هذا السر من اسرار من اسرار عفوا الفطائر، باش يجيكم فشين ورطبين من بعد ما يطيبوا. ضروري ان تكون العجينه بحال هكا، عجينه اللي هي رخوه وكتلصق في اليد. هنا من بعد ما انتهيت غادي نحيد الملعقه الخشبيه وغادي ندهن الوجه ديال العجين بالزيت باش هكا ما يلصقش ليا من بعد ما يختمر في الغطاء اللي غادي نغطيه به. انا غادي نغطيه هنا ببلاستيك غذائي وغادي نخليه يطلع واختامر يتضاعف الحجم ديالو تقريبا واحد نصف ساعه. الا كان عندكم الحال سخون، الا كان الحال بارد يمكن لكم تخليوه حتى لساعه، او لا تسخنوا الفرن حتى يسخن جيدا وتطفيوه وتخليوه فيه باش هكا كتسرعوا عمليه الختيم. غادي نخليها انا يخمر ونتلاقاو باش نوريكم الشكل ديالو. هنا من بعد ما خمر وتضاعف الحجم ديالو كتشوفوا ان الحجم ديال العجين تضاعف تقريبا ثلاثه الاضعاف. هنا كتشوفوا راه كيجي خاوي ومهوي العجين. هنا غادي نهبط الهواء اللي تكون فيه بحال هكا باستخدام اليدين. دائما انا كنقيس في الزيت باش هكا ما تلصقش ليا العجين في اليد ديالي. وغادي نوضعها في السطح ديال العمل اللي غادي نرشو جيدا بالدقيق باش هادي يساعدني على انني نقطع العجين، لان كي قلت لكم العجينه جد جد رخوه. غادي نحاول انني نكورها على شكل كره، وانا الدقيق رشيته جيدا في سطح العمل باش هكا ما تلصقش ليا. ومن بعد نقطعها الكرات اللي يكونوا صغار. هنا كتحاولوا انكم تدوروها في الدقيق بدون انكم تدخلوه لداخل باش ما يبقاش فيها من بعد، يعني غير من برا الدقيق يبقى غير من برا باش هكا ما يدخلش فيها وتبان لينا عجينه اللي هي بحال ما مبلوكاش. هنا من بعد ما كورتها غادي نحاول انني نقطعها. بالنسبه ليا انايا هاد العجين قطعتها العشرة ديال القطع، غادي نقطعها بحال هكا وغادي نحاول انني نكورها دائما باستخدام الدقيق. رشوا الدقيق جيدا في المكان فاش غادي تقطعوا فيه، وتحاولوا انكم تكوروهم كويرات اللي هما صغار وتوضعوهم في الصينيه دائما وانتم كتقيسوا الدقيق وكترشوا الدقيق باش هكا تسهل عليكم العمليه ديال تكوير العجين. هنا من بعد ما انتهيت كورت العجين ديالي كامل، غادي نجيب بحال هكا الزيت وغادي نحاول انني نشكل الكويرات ديالي. هنا ما تستعملوش باقي الدقيق باش هكا العجينه ما تشربش لكم كميه كبيره ديال الدقيق وتغير القوام ديالها. هنا غادي نستخدم الزيت، ما تستخدموش كميه كبيره، فقط الا كانت مازال العجينه كتلصق. الا ما كانتش كتلصق كيمكن لكم انكم تشكلوها بلا ما تقيسوا الزيت. هنايا كنبدا نشكل فيها على شكل خبيزات او لا خبيزات صغيورين طوال. هنا غادي نوريكم كنضغطوا على العجين ولا كنقرصوه بحال هكا، ومن بعد كنجمعوا الجوانب بحال هكا وحنايا كنضغطوا، وفي الاخير تنقرصوا هذيك العجينه اللي كتبقى لينا حتى كتجمع باش هكا ما تحلش لينا في الفرن وكتعطينا هذا الشكل هذا طولي. غادي نستمر انايا هنايا، غادي نعاود لكم واحده اخرى باش تكون واضحه لكم الفكره. غادي نقرصها دائما من التحت باش هكا ما تحلش ليا في الفرن، وغادي نضعها في الصينيه اللي تكون اما مدهونه بالزيت واما مفرشه بورق ديال الطهي. وغادي نوضع فيها العجين باش نخليه يختمر مره ثانيه باش هكا كيجينا خفيف ومقطن من بعد ما يطيب. غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل العجين ديالي كامل نستفو في الصينيه، ومن بعد نخليه يخمر. بالنسبه ليا انايا كنشعل الفرن حتى كيسخن جيدا،
كنطفي عليه وكندخل الخبيزات ديالي، ما تياخذوش ليا وقت طويل، تقريبا 15 دقيقه حتى 20 دقيقه، كنلقاهم انهم تضاعف الحجم ديالهم وخمر. هنا من بعد ما خمروا العجين ديالي وتضاعف الحجم ديالهم كي كتشوفوا، غادي نجيب هنا صفار البيض اللي ضفت ليه قهوة سريعة الذوبان باش كتعطيني داك اللون الذهبي. بالنسبة للناس اللي عندهم حساسية البيض وما يمكنش ليهم انهم يدهنوه بالبيض، يمكن لكم انكم تدهنوه فقط بالحليب اللي تضيفوا ليه سكر ملسم بالفاني وتدهنوا الوجه ديال الخبيزة ديالكم. غادي تستمر بحال هكا وغادي ندخلوا الفران اللي يكون مسخن من قبل. بالنسبة للفران الكهربائي غادي تسخنوه من الأسفل ومن الأعلى وتستخدموا المروحة وتسخنوه على أعلى درجة، تخليهم تقريبا كياخدوا حتى نصف ساعة في الفرن حتى كيتحمروا وتخرجوهم. بالنسبة للفرن غازي غادي تشعلوه حتى يسخن جيدا وغادي توضعوهم حتى غيبانوا لكم بفخو وتحمروا من الأسفل، عاد باش غادي تنزلوهم ياخدوا اللون الذهبي وتخرجوهم. أنا غادي هنايا نزينهم بالسكين من الأعلى، كيبقى مسألة اختيارية. هنايا كنجيب السكين وكتحاولوا شويه باش ما تهبطوش الهواء اللي تكون فيهم، وغادي ندير فيهم هكا ثلاثه الخطوط بالسكين او لا باي اداه اللي تكون ماضيه، يمكن لكم تستخدموا حتى الشفرة. من بعد هنايا غادي نزينهم بالزنجلان محمر، كيمكن لكم انكم تزينوهم حتى بالزنجلان الابيض، وكاضافه غادي ندير فيهم حبيبات شوكولاته هكا للوليدات لانهم كتعجبهم الشوكولاتة. غادي ندخلهم انا الفرن ونتلقى باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم كي كيجي. هنا من بعد ما خرجت البريوش ديالي من الفرن، هذا هو الشكل ديالو، كيجي رائع، اللون ديالو ذهبي وخفيف كي كتشوفوا من هنا. فاش غنقطع لكم وحده كيجي مقطن خفيف جدا، كيمكن لكم انكم تقدموه في الفطور الصباحي للاولاد ديالكم المدارس، او يمكن لكم انكم تدهنوه بالشوكولاته، يعني غني صحي ولذيذ جدا، جربوا اكيد غادي يعجبكم. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، اذا نجحت معكم ما تنساوش تصيفطوها ليا في الانستغرام، شاركها في ستوري وتبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء ديالكم والمعارف ديالكم، وتوصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. والى الفيديو القادم بحول الله.